قلت لي انا من عند زيت يعني اجا ولدين توم بعد 12 سنة، اجا توم بعد 12 سنة وابوهم يا ويلي فرحان عليهم، طول ما احنا هناك فرحان عليهم. راحوا مع ابوهم، هم وابوهم راح إلى جانب الدمار الذي طال قطاع غزة، أصبح المشهد الإنساني معقداً وخطيراً في ظل انهيار واضح لملامح الحياة وتوقف كامل لحقوق التعليم والصحة والأمن. الإبادة الجماعية الإسرائيلية باتت كوحش كاسر لا يفرق بين طفل أو كبير، حيث حذرت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيديل خضر من تزايد وفيات الأطفال الناجمة عن الجفاف وسوء التغذية. بالنسبة لسوء التغذية لها دور كبير في عدد الأطفال اللي بيجينا وبالتالي عدد الوفيات اللي بيزيد. يعني أنت لما الطفل اللي المفروض يأكل 3 وجبات رئيسية بيأكل وجبة واحدة وما بتكون كافية له. وهنا رحلة البحث عن الطعام والشراب لمواجهة حرب المجاعة والأمعاء الخاوية في القطاع باتت كرحلة موت، حيث يواصل الاحتلال استهدافه للفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على كيس من الطحين. كفيني، كنت أتمنى الهدنة تيجي، والله والله بتمنى عشان أقضي رمضان. بقول وسام كيف نصوم رمضان ما احنا نلاقي، والله نكيف، واحد عندي واحد عندكم ناكل ونشرب، وحياة ربنا بجهز حالنا لرمضان. ليش يا كفر؟ ايش بدي اعيش؟ انا كيف بدي اعيش حياتي اصلا؟ كيف بدي اعيش حياتي اصلا؟ وزير الخارجيه الامريكي انطونيو بلينكين دعا الى زياده تدفق المساعدات لغزه للتخفيف من حده الوضع الانساني الذي وصفه بالمزري، مؤكدا في الوقت ذاته ان اهالي غزه في حاجه ماسه الى المزيد من الغذاء والماء والمساعدات الاخرى.